السلام عليكم دي الزير بوي بيج رياكشن. رجعنا لكم الاولاد برياكسيون جديده كالعاده والعوايد من سيري افيرو المتواصله. اليوم معناش جديد الاولاد، معنا القديم وعنا سيريات تعرفونا ما نخفوش. صار يتسبت انا بدي في بالي فما جديد على غالب حد ما هبط، يمكن يهبطوا غدوه يمكن ما تعرفش عليهم وقتاش، هذا ما يمنعش بيج رياكشن ديما موجود. تيتر باختياركم انتم كالعاده الاولاد من سيري افيرو المتواصله افيرو ان الفصيله السابعه نعوم في سواني السماء بين قوسين. التفلسيف ظاهر موجود من العنوان صاحبي، دونك نعومه في التفلسيف مع بعضنا وكل واحد يفهم بحره كيف ما ينجم صاحبي. ليتس جو نشوف شي الفوضى مع بعضنا. تيتر عنده 6 سنين الاولاد، جاي مش نعملوا جو، جاي مش نتفردوا، نعديو صاريت سبت مع بعضنا. يلا الاولاد يلا. كل ما عندوش السلام عليكم طول او يا دار دماغي نقفل اي غايب كنت نحضر في تباثير منظم اي اكثر ما نشتهر بنادم نازل نقشر في العدوى بطل تيوني نازل فاش نعمل ناس نافي بحال غارب من غير ما من غير الملغادي اي يا تنتحر من غير ما يعانقك الحبل تنتحر من غير ما يعانقك الحبل و لحظه برك لحظه برك ديزولي الاولاد دخلت بعضي حرفيا ما فهمت شنو صار نعاودو نفهم هارد على الاخر غايب كنت نحضر في تباثير منظم اي اكثر ما نشتهر بنادم نازل نقشر في العدوى بطل تيوني نازل فاش نعمل ناس نافي بحال غارق من غير ما من غير الملغادي اي يا تنتحر من غير ما يعاملك الحبال غير دستالي فماشي ما تعب يتعافى يتنحى يضعف ويتسال صار خلالك هديت مخي المختل يا اخي زاد دخل باب الخبر العجل يتاجل مصاب يتلقى سيقصال اي تنبرو في كل مباراة تتزبر زعما خبلاء باش تتوج زيد دستوي عوج دي البيت والفلو البيت والفلو كلي ما خلطش عليهم الزوز الاولاد فاتوني الزوز خاطر البيت هارد والفلو هارد اكثر من البيت تحسوا كلي ها الفلو هارب بالبيت وانا مازلت ما خلطش على البيت يا برو بشويه يا فيرو يا ديك ربي يا الاولاد عارفين عارفين ساري تسبت كيفاش لازم تتعدى عارفين الجو كيف نبرو في كل مباراة تتزبر زعما خبلاء باش تتوج زيد دستوي عوج لو وجد ثغرات قالوا لي خير واختار يا اخي تلزيد اخترت اللي زعكتها بالهكتارات قالوا لي خير واختار يا اخي تلزيد باش نختار اللي زعكتها بالهكتارات تو برو باللي والله توصيل للمعلومة قصوى بالله والله بالله يا عوج لو وجد ثغرات قالوا لي خير واختار يا اخي تلزيت اخترت اللي زعكتها بالهكتارات في امور ديال لوجه ملتها ما بانت نعاون مسكيتي كي نهب انساني دابي ايه الفصيلة سبعة طارق ضيبت سقطني قد باغت نقز قالها تشاخت اي بالحق باش تفتح قوز الفوق وقم شي طول تلقاني في اخر اصحابه حبيت نمشي غادي باش ما كرهونيش في المحابة حتى بدي سير فينا ما يصابه ما عنديش معرف مانيش واصل ماشي واصل بقضايا ما عنديش معارف مانيش واصل ماشي واصل واصل بقضايا يا وديش في يا الوليد يهديكم ربي عليه هكا مش لهالدرجه يا برو يا فيرو يهديك ربي يكتب في التيتر اقسم بالله كستيلو شي على فيه النار هو والورقه صاحبي والله يدي مش نروار بديت يا اخي القمني في سواني سما ضايع تكري لك كاتب اللي تكلت وطايح الميتافور انيك كدي نيكا جي كامل تروح قطايح تعمى بلا انا تتلايح بالنسبه لك فاش استنى فيا باش نقول لك برو اكثر من اللي انك تو اسمع اللي يزي الفلو هارد على الاخر وزيد يزيدك السوينج صح شنو متوقعني مش ما عندي ما نقول لك اسمع تكلت وطايح الميتافور انيك كدي نيكا جي كامل تروح قطايح تعمى بلا انا تتلايح بالنسبه لتشاب موال وكل يوم مش كاف المناسبه شفت بعينك كل حفات كيف هادي خذوا هيد نو في سبين سميث نو في سبين سميث او في سبين كيف هادي خذوا هيد هيد كيف هادي خذوا هيد اي كيف هاد كيف هاد نو في سبين سميث يعدي صاحبي علاش تكيف وحدك عدي خم تكيفوا معاك كيف هاد كيف هادي خذوا هيد نو في سبين سميث يا نو في سبين سميث كيف هادي خذوا هيد كيف هادي خذوا هيد بلاش بيا ما فماش تراب نغيب يبطل الماتش ليش بيا ما فماش تراب نغيب يبطل الماتش صح شي اللي يعملوا فيه مسمينه تراب مش تراب عندي انا اللي نعمل فيه انا هذاك هو التراب نغيب الماتش ما يتكور كوش باتلا فيرساتشي لازم اسمي منقوش بكراتش جمار مساكش بسي في حدك يا ما تحب الشاي داخل في تتلكش تكذب حدك يا ما كذب الشرط الواحد ما تكون الشرطي بخدم ليجي ما تخلطش بين اللي ما يجيش بلي يجي خبار نشرو خلي يشي حسبي غاش باش تعمل قلبك يشي بالليل يعجبني فيه سود عيني قانون انت بخور الاثنين بالليل يعجبني فيه سود عيني يا برو
كيفاش تجي على مخ انسان باش يكتبوا باش يخرجوا في تيتر هذيا؟ انا نحب نفهمها. خلي شي حسبي غش باش تعمل قلبك شي بالليل يعجبني في سود عيني قانون انت بقول الاثنين تفكروني كراس كي تعطي مهمه وتقولوا نفذها في صالح لي. مشيت فاتت احلامي كي هزتني عيني البارح ركبت لي علي كل يوم ما عادش عيني البارح هذاك البارح مشي في البارح مع شايني يس لك من دبي في الدوا وندور ودور شاطيني هات صدفة شاميني ريت شاب من بوش من غير بقيني عورة تتراكك كي تعريها كان كي توريها عين القمرة بغرب نغطيها خلاش نيش فاهمها ليش شمتها سكينة حبيرة بس اش لغرة سكينة حظي ما فيها هذه الحكاية وما فيها موسيقتي موهوبة ليش قاريها موسيقتي موهوبة مانيش قاريها موسيقتي انا راي موهوبة مانيش قاريها من عند ربي التالونس صاحبي بدخل لي شيء مانيش قاريها هي هكاك ما ترجعش كان تربح طرحك تقرا باش توصل تلقى قبر قرحك لكن بان نغلم تقرا باش توصل تلقى قبر قرحك اقراو الاولاد اقراو ما اعرفوا شنو تعملوا زيادة برا انت موهوبة مانيش قاريها كي تلحق ما ترجعش كان تربح طرحك تقرا باش توصل تلقى قبر قرحك لكن بان نغلم انا الاولى من الدورة مرة ثانية مرح بها كعرفت اثنين عاوديجا زين ضد سميشة ترى كيسة زين ضد سميشة زين ضد سميشة وكلها تستنى في نتيجة بالنسبة لتشاب موالو كل يوم مش كيف المناسبة اي شفت بعينك كلنا حفيت كيف عادي خذوا هيت نو في سبيل سميت نو في سبيل سميت كيف عادي خذوا هيت هيت كيف عادي خذوا هيت اي كيف عادي كيف عادي نو في سبيل سميت ايه انا بيرو والله نو في سبيل سميت كيف عادي خذوا هيت كيف عادي خذوا هيت كتب كنجوم للصوت عندي تشاب موقف وقف حتى في بيت لقات مش هديك في مجلك لما ما يتنفسش ما يتنفسش ما قلت عملت الرفران فيه التور ليه مزير باش يخليك هكاكا يدي لاخر التيتر من اول التيتر لاخر التيتر فما كان هاردنس فما كان غاز صاحبي نار في راسك صاحبي عندي تشاب موقف وقف حتى في بيت لقات مش هديك في مجلك لما يعجبش المجرم بي تي سكواد سامي سامي السوبر فلوب ديما مش صاد نكتب كنجوم للصوت عندي تراب موقف واقف حتى في بيت لقعد مش عندي تراب موقف واقف حتى في بيت لقعد صاحبي يا الولاد يدي بالرسمي يعمل في حاجة موهوب بيها ماهوش قاريها براختة تفديك شديك الفي مجلك لما يجربش المجرم بي اي تي سكواد سامي سامي السوبر فلاد سامي سامي السوبر اب شاب ملا لعب بلا لعب الولاد بلا هكملوا البيت بالله مادام كمل السيجار وهكا نكونوا كملنا رياكسيون افيرو الفصيلة السابعة بين قوسين نعوم في سويني السماء ما يعومش وحده هزنا نعومه معاه العباد اللي تفرج فيا تو انا متأكد اللي كلها مشيت تعوم صاحبي خاطر بالرسمي افيرو من رابيوريت اللي يهزك تعوم في البحر متاعه تراب يدي يدي اللي تحب انت لوغا سوينكيت بار اللي تحب اللي تصوروا في مخك اللي تصوروا في مخ بونش لاينويت موجوده الكتيبه موجوده اللغه هارد ذن ما فكر بيت يدي البرفكشن تعرف معناها برفكشن معناها حاجه متكامله والكمال لله ببرجوليه افيرو كوتي موزيكا ما يفدلكش ماهوش مغيب حد شيء الاولاد مو هارب عليه حد شيء بالاخر برجوليه الاولاد تسمع تيتر كيما هكايه تتلاقى محسوب اربع دقائق تتمنيه كان يتويل فهمت كيفاش مكثريه رياكسيونات افيرو حتى في الفيتات في كذا 20 دقيقه 30 دقيقه ما يقلقش كي تسمع كرابور بالبرفورمانس هذا كيفاش يخرج لك الموسيقى كيفاش يسجلها ما تستحقش كليب ديما نقولها مع افيرو راك ما تستحقش كليب عندك كليب طول باش ترسم في راسك فاش تحكي يا برو ما نكذبش عليكم ما ركزتش برشا في الكلام خاطر يدي قلت لك بالرسمي هربت بيا صاحبي باش تبدليك كل واحد باش يحاول يغلط يعني فهمت كيفاش اما فرض الوقت ما نجمش نوقف خاطر تجمش توقف على حاجه كيما هكا فما برشا حاجات توقف عليهم حاجات كيما هكا ما تجمش لازمك بالرسمي تمشي فك التريب هذاك اللي نسرحوا مع بعضنا جميعا وهنا عدنا صاحبي وهكا نكونوا كملنا رياكسيون افيرو الاولاد ان شاء الله تكون عجبتكم تيتر عنده 6 سنين ان شاء الله تكون عجبتكم الاولاد العمليه ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون تقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن تنسيو شراكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواكم سبسكرايب نتاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 من سكول او ليام في الديسكريبسيون اخرى خفيفه الاولاد قاو روحنا الغادي العائله قاعده تكبر سواء في اليوتيوب ولا في الانستغرام وهذاك اللي حشنا بيه وخاصه تيك توك زاد ما تنساوش موجودين بقدره ربي في السوشيال ميديا كله بيجي رياكشن بقدره ربي ديما موجود هنيوني بك البارتاج وبك السبسكرايب وتهني وصاحبي جايكم برشا جديد وجايتكم برشا فوضى جايتكم برشا عمليات
خد تربي الشين باش تولي منوعه، ما كومش باش تندموا، ما كومش باش تقلقوا جمله صاحبي اللي تبعوا فيا. اذا ما يمنعش قبل ما نختموا الرياكسيون تاعنا، تحيه فلسطين دائما وابدا، ادعيوا لولادو بارتاجيو اي حاجه تحكي عن فلسطين، القضيه الفلسطينيه ما لازمناش ننساوها ولا نبخلوا عليها. تحيه فلسطين دائما وابدا، وان النصر قريب ان شاء الله، نتقابلوا في اخر وقت ممكن ان شاء الله. سامدي سوار تعدى مزيان. Peace.